قولها لجمهور النادي الأهلي. يا جمهور الأهلي ده، جمهور الأهلي ده، هي فين الكاميرا عشان اللي مواجهة كده على طول اللي منور اللي منورة دي، أقول له أنت اللي صنعت تاريخ كل نجومه، وأنت ستظل اللاعب رقم واحد في منظومة الأهلي العريقة، وأنت السند دائما في كل الأزمات، في الانتصارات وفي الانكسارات، والكلام لا يعطيك ولا يعني يكفيك حقك، لأن يكفي أن أنا أقول أن أنت صانع انتصارات النادي الأهلي الحقيقي. أنت سبب لكل نجاح حتى خارج الملعب بسبب الانتماء. عندما نقول نحن أبناء النادي الأهلي، دي مسألة يعني بتشعرنا بالفخر، وبتخلي القبول حتى في الأرض، تخلي عايز أقول الدولة عارفة قيمة النادي الأهلي، المؤسسات كلها، حتى المنافسين. فمهما اتكلمت عن جمهور النادي الأهلي ومهما أسهمت في الكلمات، لن نعطيك حقك، لأن أنت صانع أسماءنا، أنت صانع ما نحن فيه، أنت سبب إن احنا موجودين هنا. يعني هنا برضو ما البداية كانت من النادي الأهلي، وأرفع المناصب اللي خدناها خدناها لأن احنا أولاد النادي الأهلي. فتحية ليكوا، ولكل نجم صنعته تاريخه، ولكل ركن من أركان المستطيل الأخضر في استادات مصر كلها، كان ليكوا بصمة، وكان ليكوا روح، وكان ليكوا الدفعة المعنوية اللي حققت انتصارات النادي الأهلي عبر تاريخه. كل سنة وانتم طيبين، وعايزين نهني مصر كلها برمضان على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويحفظ رئيسها. كل سنة وانتم طيبين.